السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحباب، من الله علينا بأن دخلنا ببركة فخامة الرئيس ناصر النبي العدنان رمضان قديروف الحجرة الشريفة. نحن في حجرة داخل الحجرة الشريفة نحن في داخل الحجرة الشريفة. اللهم لك الحمد على هذه النعمة الكبيرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صحبه اجمعين. ايها الاحباب، اكثروا من الصلاه على الحبيب الاعظم صلى الله عليه وسلم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم بابنا الى الله عز وجل، والاكثار من الصلاه على الحبيب الاعظم صلى الله عليه وسلم بابنا الى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم صل على الحبيب العظيم وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، نحبك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم.